شاب نذر ان يصوم يوما ويفطر يوما، ولكن هذا اتعبه جدا وعاقه عن بعض الامور الاعظم شأنا من الصيام، فهل يجوز له ان يترك هذا النذر لما هو اعظم منه اجرا ان شاء الله؟ لا، لا اعظم من اداء الواجب، والنذر واجب، فهو نذر ان يصوم يوما ويفطر يوما، فيجب عليه الاستمرار على ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر ان يطيع الله فليطعه. وكونه يشق عليه يصبر على المشقة، لأنه هو الذي ألزم نفسه بهذا، كان ما دخل في النذر من الأول، لكن إذا نذر يجب عليه الوفاء. نعم.